بالإجماع عز الدين ميهوبي أمينا عاما بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي بعد أكثر من شهر على الشغور. 357 عضوا صوتوا لصالح ميهوبي في أجواء هادئة طبعت الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، لكن اللافت هو غياب أبرز وجوه الأرندي في المرحلة السابقة. إشراك المواطن واسترجاع ثقته أول تحد يرفعه ميهوبي. يجب أن نسقط كل هذه المفردات من حياتنا حتى نبني الثقة. أما أن يأتي طرف وينصب نفسه وصيا على هذا أو ذاك فهذه مرفوضة. أعتقد أننا بحاجة إلى أن نبني على بناء جسور ثقة فيما بيننا نحن في المجتمع السياسي، ثم إنه محكوم علينا حينها بأن نقنع هذا الشعب بأننا جديرون بثقته أم لا. تموقع الشباب وإشراك الكفاءات في المرحلة المقبلة طموح جديد لدى إطارات الحزب، ومسايرة التغيرات الحاصلة أولوية ينبغي العمل عليها حسب البعض. الظروف السياسية والمجريات والتغيرات التي وقعت والتي حدثت في المجتمع جعلت الشعب الجزائري المواطن الجزائري يستقيل من العمل السياسي أولاً، فبالتالي لا بد من إعادة النظر في آليات العمل السياسي، في الخطابات الموجهة للمجتمع، في المواقف السياسية التي لا بد أن تكون متسمة بالثبات وبالتوازن، وكذلك تكون وبالاستثمار كذلك في سياسة اتصال جديدة تكون قريبة من المجتمع وتكون قريبة خاصة من الجيل الجديد ألا وهو جيل الشباب. ثاني أكبر تشكيلة سياسية في الجزائر أمام تحدي كبير لإعادة ربط خيط الثقة مع الشعب، خاصة وأنه حزب محسوب على تيار الموالاة. فهل سينجح ميهوبي في أصعب رهانات الأرندي منذ تأسيسه؟